كارمين سليمان تجسيد شخصية أنغام شرف كبير ولم يأتي مثلها فنانة. إليكم التفاصيل. صرحت الفنانة المصرية كارمين سليمان أن تجسيد شخصية أنغام شيء كبير جدا ويخيفني، من ناحية أن يأخذني الغناء بعيدا عن الأمومة فقد غيرت الأمومة في أشياء كثيرة جدا. أعتبر أن زين ابني تربى بشكل جيد. وإجابة عن السؤال كيف ترين عودتك إلى التمثيل، هل ترين أن التركيز على التمثيل كان يلهيك عن الغناء؟ أجابت: بصراحة أرى أنه قد يشغلني، لكن عندما قمت بالمسرحية الأخيرة مع الدكتور يحيى الفخراني كنت سعيدة جدا بها، كنت أعلم أنها ستكون لفترة محددة، لذلك لم أكن أرى أنها ستعطلني كثيرا. أما بالنسبة للأفلام والمسلسلات فأنا أحب التمثيل كثيرا، لكن أخشى أن يأخذني من الغناء، خاصة أن الغناء هو الأولوية بالنسبة لي. إذا عرض عليك تجسيد السيرة الذاتية لأنغام هل ستقبلين؟ أجابت: بصراحة هو شرف كبير جدا لي، لكن هذا يحتاج إلى التفكير جدي، لأن تجسيد شخصية أنغام شيء كبير جدا ويحتاج إلى عمل كبير مني، ويجب أن أقوم به بشكل صحيح، لأن أنغام من الفنانين الذين لم يتكرروا. بالتأكيد سأكون سعيدة بالعروض، لكن يجب أن أكون متأكدة من أنني سأقوم بذلك على أكمل وجه. كيف غيرتك الأمومة؟ الأمومة غيرت في أشياء كثيرة جدا. أصبحت أشعر بالخوف طوال الوقت وأشعر أنني مسؤولة. قبل زين لم أشعر بهذه المسؤولية، لكن منذ ولادته أشعر دائما بأنني مسؤولة حتى لو لم يكن يسبب لي تعبا. بمناسبة المسؤولية، إذا شعرت أن زين يحتاجك هل يمكن أن تبتعدي عن الفن لفترة لتكوني معه؟ أجابت: بالتأكيد سأكون معه إذا احتاجني، سأكون معه بالتأكيد.